الله عليكم. في سؤال آخر تقول: هل عندما تقرأ المرأة القرآن الكريم من المصحف الشريف يجب عليها أن ترتدي الحجاب الشرعي أم لا يشترط ذلك، ولها أن تقرأ من المصحف على أي حال كانت؟ إن كانت خالية عن الرجال الأجانب فإنها تقرأ القرآن ولو كانت كاشفة لرأسها أو وجهها أو كفيها أو قدميها، أما إن كان عندها رجال غير محارم لها فالواجب عليها أن تحتجب وأن تستر جسمها عن الرجال. نعم.